بديل لموضوع على البيبي اللي عندهم ما في راسهم. البيبي اللي عندهم ما في راسهم، نعم. وي اه هذا هو. يطلب بيدياتر هذا الموضوع ولا نورولوج؟ هو مو بيدياتر، هو يوجه ما على باليش شكون. اوكي داكوغ، نوعدك انه راح نستفسروا اكثر على الموضوع ويكون في مواضيع ان شاء الله. انا عندي مشكل مع بنتي الصغيره. شكرا، يعطيك الصحه. عندي انا صغيره فماش ما نعرفش كيفاش نتعامل معاها، ما نعرفش هذه الحاجه جديده. اوكي ان شاء الله نعطيو كامل المعلومات ان شاء الله ونفيدو. ونتمنى منكم تدعيوا ماما بالرحمه، عندها 15 يوم وليتو. رحمه الله عليها. رحمه الله عليها ويوسع عليها. ربي يصبركم يا الله. ان شاء الله يرحمها، يعطيكم الصبر ان شاء الله حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا، يعطيك الصحه على المكالمه وربي يوفقكم. شكرا.